طبعا من اهم النقاط العلاش جيت للمغرب هو انني نروج لفيلمي الجديد اللي هو بعنوان عشق. هذا الفيلم هو من انتاج شركتي اكس فاكتورز برودكشنز في ابو ظبي. العمل خلنا نقول صار تقريبا جاهز للتصوير، هيتصور ان شاء الله في اكتوبر بين ابو ظبي والهند وان شاء الله المغرب. احنا كنشوفوا الا تعاونوا معنا وتضامنوا معنا. حاليا عندنا منتجين جوج ان شاء الله داخلين في العمل، المنتج او المخرج عفوا شاكر، مخرج تونسي من تونس، وعندنا كذلك المخرج أجياداف من الهند، ونشوفوا الوالدة اللي بغات تدخل معنا في الانتاج. كنت ازرسها من البيت. طبعا هي صاحبة الشركة لكن انا مسيرة الشركة. العمل كان بعنوان The Hate لكن حولناه وسميناه عشق. العمل الحمد لله أردي توزع في أكبر شركات التوزيع في العالم العربي وفي الخليج، غولف موفيز سوري. والعمل أردي يعني خلنا نقول حتى في الكاست جاهز، والأغاني كذلك للفيلم جاهزة، غنى لي المطرب المغربي أمين المهني، ومن المنتجين الموسيقيين اللي كانوا فيه الملحن بيتهوفن والملحن مزين مهدي مزين، ياك باش ما نغلطش في الاسم. سو اغاني الفيلم جاهزين وان شاء الله الفيلم غيكون فيه لمحه بوليوود على مغربي على خليجي بستايل جديد. اتمنى ان شاء الله انه ينال اعجاب المشاهدين والمستمعين يا رب. الفيلم هذا غيكون اول مره ويام غتمثل بالدارجه المغربيه، لكن غتكون لكنه بيضاء باش كاع اخواننا في العالم العربي يفهموني شو كنقول، ما بغيناش نتكلموا بالدارجه بحته، وخاصه انه غيكون فنانين من الخليج فنانين من المغرب معنا، كذلك الفنانه المغربيه وانا كنسميها ملكه الكوميديا الفنانه المغربيه بشرى اهريش حبيبتي وصديقتي. طبعا في فنانين كذلك من الهند غيكونوا، خليها مفاجاه باذن الله نكون طبعا احد ابطال العمل، فلا يعقل اكيد نكون مشرفه العامه والمنتجه وما نكونش بطله في العمل. لازم نكون بطله في العمل. بتكون كذلك اول تجربه لي كمساعده مخرج، والله يوفقنا ان شاء الله، واكيد غنتواصل مع كل الصحافه اللي موجوده، واتمنى ان يلبيوا كذلك دعوتي في كواليس الفيلم. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.